السلام عليكم، كيف الحال؟ بخير، مرحبا بكم على قناة الفضاء القديم، وكنشكر المشاهدين الكرام للقناة ديالنا والدعم لهم، الدعم لكم، الدعم لينا ديالكم. واللي ما مشاركش كن نطلبوا منه يشارك باش يوصلوا الجديد، وطبعا هذا فضلا وليس امرا. واليوم ان شاء الله ندير واحد الفيديو على احد الهواتف الاسطوريه، لما كما كنشوف الفيديوهات ديالي كيدخلوا بزاف اللي كيبغيو يشوفوا يعني الفيديوهات ديال التليفونات، وداكشي كاين شويه ديال النوستالجيا، يعني الرجوع الى القديم، وكيبغيو حب المعرفه كيفاش كانوا، كيفاش تخدموا، واش من وقت. المهم اليوم ان شاء الله بيدينا هذا الهاتف، هذا وهو نوكيا 2010، نوكيا 2010. هذا نوكيا هذا هو كما كتشوفوا باقي خدام، شاعل بالشارجور ديالو. ها هو تصور معايا التليفون هذا، تقريبا فيه اكثر من لو بوا ديالو، فيه اكثر من رابعة. وهل الشارجور كيفاش داير، كيفاش يعني ماشي بحال التليفونات ديال دابا اللي ما كيوزنوش تقريبا حتى 50 غرام ولا 20 غرام. المهم هادو هما اللي يعني لي كاركتير ديال لي كاركتير ديالو، انتاش تصاوب، انتاش المهم انت اشنو لا 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 العام اللي تصاوب فيه. هذا تقريبا كيعتبر التليفون نوكيا هذا من ثالث التليفونات الخلويه ديال اللي صوبتهم نوكيا في 1994، بدايه ديال الجي اس ام. واخا ان هاد التليفون هذا ما فيهش لاسكيدا، كان كيتصاوب، كان كيدار بالكونطرا ديال مع لا بونك، يعني ما كاينش فيه سكيدا بحال دابا كتشارجيها ولا شي حاجه. نو شوف لي باتري ديالو كيفاش، هو انا لان الباس ديال البلاصه ديال لاسكيدا ما كايناش. واخا انه جي اس ام، جي اس ام راك اللي ما عارفش راه كتعني هي لا دوزيام، يعني لا دوزيام جينيراسيون ديال التليفونات الخلويه. جي سي ام يعني كتعني سيستيم جلوبال سيستيم موبايل، هذا هو المفهوم ديالها. حيت كاين اللي كيسمع جي سي ام كيسحابو واش كلهم بلاكارت، هما ماشي كلهم بلاكارت، هذا هو جي سي ام، يعني ولا مفهوم عالمي، مابقاش انترناسيونال، اوروبي وعالمي هاد جي سي ام. وفي هذاك الوقت التليفون هذا رغم انه سامبل، ولكن كان من اول التليفونات اللي داروا الميساجات، كانوا كيحتوي على 10 ميساجات، تقدر تصيفط حتى ل 10 وتستقبل حتى ل 10، يعني اول تليفون اللي بداو فيه لي ميساج. ما كانوش في الاول لي ميساج، كانوا غير لي زابيل، غير يعني تقدر تعيط لشي واحد وتستقبل وداكشي. اما لي ميساج نو، يلا بداو مع هذا اللي كتعتبر من تالي تليفونات، لان الاول اللي صوب نوكيا صوبته في 1987، والثاني تقريبا في 92، وهذا هو الثالث في 94. هذا فقط للمعلومه اللي باش الانسان يعرف اشنو الدور ديال هاد الهواتف، واخا كانوا سامبل يعني بسيط، هاتف بسيط، ولكن ما كانش كيقدر يمتلكو اي واحد. اول حاجه للغلاء ديالو، لان كان كيدير تقريبا في لافالور ديال دابا واحد 800 اورو كما كنقولوا حنا، راه 900 الف فرانك مغربيه ولا شي 9000 درهم. وكان خصك تكون عندك كونط بونكير باش دير الكونطرا، ماشي غير خد سكيدا وركبها سيم وانت خدام. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان على هاد الهاتف هذا اللي طاح في يدي، باقي خدام، باقي مزيان بونيطا، بالشارجور ديالو بكلشي، وكنحافظوا عليه كيدخل حتى هو بحال باتريمون يعني في التراث ديال الهواتف. ايوا شكرا على المشاهده، وكنتمنوا تدعمونا باللي جيم ديالكم وبالبارطاج، حتى نتمكنوا ان شاء الله من نعطيو فيديوهات اخرى ان شاء الله، لان راه
رغم ضيق الوقت وداكشي، كنحاولوا الا كان الدعم ديالكم غيخلينا بواحد الكوراج نتشجعوا باش نعطيكم اكثر ان شاء الله. والسلام عليكم.